في عندنا ادفرتايزمنت وميديكال رايتنج. عندنا في امريكا مسموح انك انت تعمل اصلا دعايات عن الادويه، لكن طبعا في قوانين كثير مربوطه انه انت كيف ينسمح لك انه كيف تعمل الكوميرشال تبع الادفرتايزمنت. ففي صيادله بتخصصوا بالمجال هذا انهم هم بيحضروا المواد او الماركتنج كامبين تبعيت الدواء للعام. هذا الفرق بينه وبين الماركتنج اللي بيعملوا ماركتنج للدكاتره والمؤسسات الرعايه الصحيه، هذول بالعاده يكون بسموه بالميديكال افيرز. والميديكال رايتنج طبعا انت اكيد بتروح تكتب على مدونه او بلوج عن الدواء تبعك، بتعمل بروشورز، بتعمل ميديكيشن جايدز، او بتعمل مثلا ماتيريال انهم ليزونز بيعطوه للدكاتره. هذول كلياتهم بتنبثق تحت الميديكال رايتنج. هلا في صيادله بيشتغلوا ميديكال رايتنج مش مع شركات ادويه، بس هذا نسبتهم قليلة جدا، وبالعادة بالشرط انهم بيشتغلوا بالشرط انه بس بكتب على الأدوية، بكتب على شغلات تانية كمان.